لكم مستمعين الأفاضل بعد هذا الفاصل لنقلنا معكم لفقرتنا الطبية مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام لمدينة سلا. وأسبوعنا مخصصناه للتوعية حول الأمراض اللي كتسبب الأنف وكتأثر على باقي أعضاء الجسم. وطبعا الدكتور كالعادة حشرح لنا بالتفصيل على كل هذه الأمراض هذه منها الرعاف كذلك الجلود اللي تحدثنا عليهم بالأمس اللي كيكونوا عند الأطفال كيفاش أنهم هذه العملية كتكلف ديال الوقت شحال تقريبا المدة كيفاش ممكن يتعاملوا مع الطفل من بعد وأيضا الاحتياطات اللي ممكن ياخذوها كل الأسر اللي غيديروا هذه العملية لوليداتهم. اليوم مازال مستمرين حول الأمراض اللي كتسبب الأنف معك دكتور رشيد. صباح الخير دكتور. بارك الله فيك. جمعة مباركة دكتور رشيد مليك. وشكرا جزيلا لك على هذا الأسبوع اللي قضينا معك مليء بالنصائح. بارك الله فيك ويجازيك وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا دكتور مازال مستمرين في هذا الموضوع. نعم موضوع ديال الأنف كما قلنا هو موضوع مهم لأن كيلعب واحد الدور كبير في الحياة ديال الإنسان وفي التوازن ديال الشخصية الإنسان وعنده بعض الإيقاعات اللي كتوقع في الشخصية ديال الإنسان والحالة النفسية ألا وهو الشم. غادي نهضروا اليوم على الشم وكنعرفوا بأن الشم هو نتيجة عن بعض الشعيرات اللي كتكون في الأنف وهذيك الشعيرات اللي كاينة في الأنف هي اللي كتأدي وكتوصل الإشارة إلى الدماغ وهذيك الإشارة إشارة اللي كتمشي للدماغ إشارة ديال المادة مكونة للرائحة تقبض هذوك الخلايا وكتدرسها وكتصيفطها للدماغ والدماغ كيرد لها الإشارة ويقول لها أن هاد المادة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية وترد ردة الفعل كتكون مباشرة من الدماغ كيفاش غيمكننا نتعاملوا مع هذه الرائحة. لذا نجد أن هذا المشكلة اللي كان عند الإنسان يوقع عليه مضايقات في الحياة دياله بما يؤدي به إلى الذهاب عند الطبيب والتشخيص يبغي يعرف سبب ديال المشكلة اللي عنده. إذا عند الطبيب كيدير البحث ديالو في الوسط العائلي ويقود كل النتائج اللي هضرنا عليها والحالات اللي عاش فيها الإنسان والأمراض اللي يمكن يكون تعرض لها في الأنف ديالو ثم يقوم بعض ديتيز هذوك لي تيز تيبازيو على لاسيتيل تيستين واحد المادة وكيبقى يعرف بها الطبيب مدى الإصابة واش هي كثيرة أو قليلة أو تصيب أنف واحد أو الأنفين أو الثقبين باثنين ديال الان نعم ولكن يقلب على الاسباب اسباب كثيره ما كنلقاوها نتيجه اما على كما كنقولوا البارح تروماتيزم يعني كاين حادثه او انسان تيجري طاح ولا وقع عليه حادث سير او لكمه الى اخره كيكون عنده كسور في الانف وهذا الكسور في الانف تؤدي على الشعيرات اللي كتنقل الاشارات الى الدماغ. فالامراض اللي يمكن ليها من غير هذا الكسور او غير تروماتيزم يعني كتسمى الصدمات كاين امراض اللي كيكون تصاحب الانسان مده طويله وتؤدي به الى فقدان الشم او التغيير بين الروائح يفرق بين الروائح. كاينه لاسينيزيت هضرنا عليها بالتفصيل وقلنا بان هي اللي كتعطينا واحد الماده لزجه وكتغلف الخلايا اللي كتكون داخل او الغشاء داخل الانف تقريبا نفس الاعراض ديالك دكتور. نعم كاين تشابه دابا هي الانسان اللي ما كيشمش كاين اللي ما كيشمش غير من جراء ان الانف ديالو عامر بالسيلان وداك السيلان ما كيخليش الاشارات تدوز لذوك الشعيرات العصبيه ومن بينها كاين السينوزيت السيلان تيكون دائم ومن بعد الانسان الا توقعت له التهابات داخل الشعيرات او العصب كيمشي ليه الشم والعلاج وخصنا نشوفوا الاسباب. ثم كاين ما يسمى بلا غريب غريب كذلك كنعرفوا بانك كتعطي السيلان ديال الانف والسيلان كما قلنا الان انه يمثل واحد الحاجز ما بين الشعيره العصبيه وبين الدماغ. ثم كاين النتوءات التي تتكونوا داخل الانف اللي كنسميو لي بوليبوز نازال يكونوا دايرين بحال الزبيبات وتكونوا في الانف الغشاء الداخلي للانف ولا تيكونوا في الانف وفي السينوس حتى هما تاثروا على المشكل ديال الشم. كاين الانسان اللي كيدخن بواحد الطريقه مبالغ فيها هذا كيؤدي به الى التهاب المسالك الهوائيه اللي كاينه في الانف ديالو وبالتالي اتلاف هذا الغشاء وهو اتلاف هذه الشعيرات او جزء منها وكيمشي ليه الشم.
يقدر ما يشمش جميع المواد او بعض المواد. وثم كتوقع حتى الانسان في الوقت اللي كيكون تيقلع عن التدخين اللي كيحيد التدخين او السجائر تجي في ديك المده القريبه بحال انه ما بقاش كيشم، ولكن مع المده الزمنيه كيرجع يشم عادي لان الخلايا ديالو كترجع القوه ديالها وكترجع عاديه. نعم. كاين استعمال بعض الادويه اللي كتكون خاصه المهدئات ديال الاعصاب ديال الامراض النفسيه حتى هي تؤدي الى ذلك. الا كان الانسان ما كيشمش خدا الادويه خصو يقولها للطبيب ديالو، الطبيب ديالو كيغير ليه الدواء باش يمكن ليه يترجع ليه الشم ديالو. كاين الناس اللي كيستعملوا مخدرات عبر الانف وكما قلنا او المواد الكيميائيه اللي كيشموا سوليسيون، كيشموا ليسانس، غازوال، المواد الكيميائيه كلها كتعطينا الاتلاف ديال الغشاء الداخلي ديال الانف. كاين كذلك الناس اللي كيستعملوا طبق. طبق حتى هي كتعطينا الاتلاف. نعم. وكتمثل واحد الحاجز ما بين الشعيرات وبين الدماغ. كاين خلل اللي قد يكون تكويني. هذاك التكويني ديال الانف. مثلا كنلقاو الانسان اللي كيتولد ما كيكونش كيشم عند الولاده، هذه اصابه كتسمى كونجينيتال من الولاده ديالها. ولا اصابه العصب عند الجراحه، قمنا بواحد العمليه جراحيه للسينيس ديال السينيس وتقاس ليه العرق ديالو، ولكن من بعد تيسترجع وكنشوف حسب الاصابه. نعم. كاين امراض سرطانيه وتورمات اللي كتكون داخل الانف او في الجزء العلوي للانف وكتعطينا هذا المشكل ديال عدم القدره على الشم. كاين الناس اللي كيشكيو من الامراض اللي كيسمى ليبيليبسي، مرض الصرع. حتى الذين يشكون من مرض الصرع كيوقع لهم واحد المده ما تيبقاش يشموا. يعني الطبيب اللي هو تيعالجو يكون مختص غادي يرجع عنده ويشوف علاش، واش من الادويه او انه كاين هناك مضاعفات او هناك امراض اللي كتكون داخليه معاه. كاين اثناء الحمل هذا فقدان الشم عند المراه الحامل يكون في الثلاث اشهر الاولى او الثانيه، ولكن بعد الولاده كيبقى ينضطر تترجع الشم عادي. كذلك ولكن غالبا هذا ديال النساء اللي كيكونوا حوامل تلقاه مصاحب بعدم القدره على الذوق. نعم. هنا كيمثل واحد المشكل في الحياه ديالها وما كتعيش عاديه، لان كنعرفوا الانسان اللي ما تيشمش الروائح الطيبه والروائح الكريهه كيرجع عنده واحد اضطراب في الحاله النفسيه ديالو. وهذه الاضطرابات غادي نهضروا على الجميع ماشي غير المراه الحامل، وعند الجميع. يعني الانسان اللي ما كانش كيشم شنو هي التداعيات لهذا المرض؟ شنو كتوصلنا فين؟ يعني الانسان ما كيبقاش يميز ما بين الروائح لا كريهه ولا طيبه. ما عرفش شنو. حتى الملابس ديالو ما كيبقاش يعرف الرائحه ديالها. وما كيبقاش يعرف واش المتسخه يجب تنظيفها او لا. ما عنده ما تيعرفش، ما عندوش ذاك الميزان باش كيعرف بان الرائحه اللي كتصدر من الجسم ديالو راه كارهه وخصو يبدل او يغسل. هنا كنهضروا على الشخص هذا وغادي ترتب عليها مشاكل اخرى نفسيه. كذلك المواد الكيميائيه التي يستعملها الانسان في البيت، المراه او الرجل او في اثناء العمل، سواء باش كينظف المواد المنظفه باش كتفرق ما بين جافيل وثاني كروا والمواد المقاطع بالشم، ولكن اذا ما كانش عندها الشم يمكن لها تفرق ما بين هذه المواد. كنلقاو عند هذا الشخص هذا ملي كيوقع في هذه الحاله كاين عنده واحد التوتر عصبي، وكثيرا ما التوتر العصبي يؤدي به الى الاكتئاب لا ديبرسيون. وكنلقاو عنده نقطان ديال الرغبه الجنسيه. كذلك هذا الشخص هذا ملي كيوقع عليه النقصان ديال الشم كيأثر عليه الحياه ديالو اليوميه وحتى العلاقات الزوجيه، حتى انه ما كيبقاش عنده الرغبه باش يوصل للزوجه ديالو او الزوجه توصل للزوج ديالها. كاين كذلك ما يسمى بالانزواء. الشخص ملي ما كيفرقش العالم الذي يعيش فيه كيفضل باش يبقى منزوي على الناس وبعيد على الناس، لان خوفا من ان تصدر منه اشياء اللي ما كانش هو ما تيعرفهاش وما تيراقبهاش. كتوقع للمراه خاصه في الحمل كتلاحظ بان كتقول لك اذا كنشم من الريحه كتضرني ولا كتروعني ولا ما بقيتش كنشم وما بقيتش كندوق ما كتبغيش تطبخ في المطبخ. ان الطبخ اللي غادي دير ما عندها باش تذوق وتعرف يعني النكهه ديال واللذه ديال الطعام ما عندهاش باش يمكن لها تقيسو، كتبعد من المطبخ، اذا ما يشكل خطرا على حياتها وواحد الارتباك في الحياه ديالها وبالنسبه للاطفال ديالها والزوج ديالها والعلاقه مع المطبخ. اذا هذا المرض
اللي كنقولوا عادي ان الانسان مشى غير الشم والعضو باقي وهذاك، لا، لكنه من العناصر اللي ضروريه للاحساس ديال الانسان. كاين حاسه الذوق وحاسه الشم وحاسه السمع واللمس والبصر، ضروري الا مشى واحد من هذه من الحواس كيرجع الانسان عنده واحد المشكل في الحياه ديالو. من بين هاد المشاكل كنا هضرنا عليها كامله، يعني الانسان ما تيقدرش يعيش عادي، ولكن اللي كيشكي من هذا المشكل ما تيقدرش يخدم في بعض الاعمال، يعني تيترفض باش يقوم بعض الوظائف، خاصه الوظائف اللي كتعتمد على الروائح اللي كتكون في المكان اللي تيعمل فيها، اما صدور ديال الغازات يكون يتنبه عليها، او انه تيخدم في مواد كيميائيه تيعرف الروائح ديالها والمصدر ديالها وشحال كيمياء اللي وصلت في المكان اللي تيخدم فيه. هذا تيكون في نعم بعض المعامل يعني تترفض ما يبقاش ما يخدمش في ديك الاماكن، هذه كتسمى من الحواجز او لي زونديكاب اللي ما يمكنش الانسان يخدم. ولكن هذاك الانسان اللي كتقول لي غير ما تشمش ما تخدمش في هذا المكان ما تيفهمش، تيقول لك لا ما يمكنش وانا غير الشم راه نخدم. ولكن الشم عنده دور مهم، لان كما قلت ان بحاسه الشم تيكون رد الفعل. لان نعطيو مثال بسيط، انسان كاين في واحد المكان شم فيه رائحه الدخان تيقول كاين حريق، لان في الرائحه كتسبق الرؤيه وكتسبق المصدر ديال السمع، اذا فهي ضروريه للحياه ديال الانسان. والانسان اللي كيشكي من الامراض المزمنه ديال الانف ضروري خصو يباشر الطبيب ديالو ويعالج الانف ديالو حتى لا يقع له التهابات. ومن الالتهابات كيوقع لنا التاكل ديال الغضروف اللي في الانف او في التينيس، وكيكون ديك الساعه فات الوقت وما يمكنلكش تعالج الانسان. نعم. خلاصه القول ان الانف كيلعب واحد الدور مهم والامراض ديالو كثيره، وما هدرنا الا على خمس او ست من هذه الامراض. نعم. وكذلك ان المواد الكيميائيه اللي كندخلوا الانف ديالنا كتاثر حتى على الدماغ وكتاثر على الغشاء ديال الانف وكتاثر على الحياه اليوميه ديالنا، فمن الاحسن الانسان يبقى يستنشق الهواء النقي وما يكثرش من الروائح اللي هي كتكون كثيره ولا كونسونتري اللي كتكون قاتمه. هذه الروائح حتى هي كتاثر على ذوك الشعيرات اللي كتوصل للدماغ وتؤدي بنا الى بعض الامراض، من بينها الدوخه، ومن بينها ان الانسان تنقص ليه الشم، ومن بينها ان كاين التهابات ديال الشعيرات ديال اللي كتؤدي من الاعصاب الى الدماغ، وبالاخير كتعطينا يعني الاتلاف ديالها. نعم دكتور، تبارك الله عليك دكتور، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمه اللي استفدنا معك الكثير والكثير طيله الاسبوع. الدكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام بمدينه سلا، بعد قليل الاستاذه فاتحه ملول.